العقيد هاي الشبكات اللي دا تقول لكم يعني بعض المراقبين إذا كانوا أمنيين سياسيين وغيرها بالشأن الأمني يقول لك أكو أطنان من المخدرات دا تدخل العراق طبعا حدود بر جو حتى يعني البحر بمساعدة أناس معروفين يعني خلينا نقول واصلين زين هاي شلون نتعامل وياهم وعلهم أيضا علاقات بأحزاب سياسية شلون نقدر هاي تتعاملون وياهم؟ طبعا احنا نعم احنا نقول المخدرات هي مشكلة في العراق. ليش مشكلة؟ لأنها يعني مشكلة وليس صبار، لأنها منبوذة من قبل مجتمعنا حقيقة. طوال فترة عملنا ودائما السيد مدير عام لمكافحة المخدرات يأكد أن هناك طبعا بعض العصابات يحملون باجات، يحملون هويات، يدعون انتماءهم إلى جهات أو منظمات، ولكن حقيقة طوال فترة عملنا اللي احنا نعمل حقيقة من 2019 لحد الآن، المديريه العاميه تشكيلها فتنعمل من 2019، ما اجت منظمه او جهه تطالب بتاجر مخدرات. يعني حقيقه سيد وزير الداخليه يضرب بيد من حديد في مثل هكذا حالات، ولكن لم ياتي جهه او حزب او منظمه تطالب بتاجر للمخدرات. وكذلك حتى العشائر، يعني يصير نبات على شخص متعاطي، ولكن على شخص تاجر حقيقة ما واجهتنا هاي المشكلة. بالفعل ده تتكلم احنا اليوم العراق اصبح يعني ممر كامل، كنا احنا اليوم كان ممر للمخدرات، واصبح حتى العراق دي زرع سرا في بعض الاماكن. كقوة امنية ما نقدر إيقاف المهربين والمروجين وحتى أيضا اللي دا يزرعون بيها. نعم طبعا تجارة المخدرات قبل 2003 كان العراق ممر ومعبر لهذه المواد. بعد 2003 بقى العراق ولحد الآن العراق ممر أو معبر، ولكن هاي العصابات بدأت تستهدف شبابنا وتفتح مثل ما نقول سوق هنا بالعراق وتستدرج آلاف الشباب. يعني طبعا أنفي أنه أي حالة زراعة أو صناعة بالعراق، عند المادة 27 من قانون المخدرات أنه تنص أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد في حالة الزراعة أو الصناعة أو الاستيراد والتصدير. تم الحكم بالإعدام ضمن إحصائياتنا للعام الماضي، لكن فيما يخص الاستيراد والتصدير فقط ولم تؤشر لدينا أو وزارة الداخلية وكذلك جهاز الأمن الوطني أو جهاز المخابرات أي حالة زراعة أو صناعة في العراق، وإنما هاي المخدرات مثل قاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية العامة أن هناك تجار محليين مرتبطين تجار دوليين تسدهم طبعا بعض العصابات.